حاليا في السوق واقف، بروح معاكم الآن إلى مهرجان الرطب نشوفه ونطلع عليه ونلقي نظرة ونشوف الأسعار ونشوف الأشياء المعروضة اللي هي إنتاج محلي 100%. نشوف مع بعض. هذه الخيمة اللي هناك اللي فيها مهرجان الرطب المحلي الثاني، شوفوها هذه عند المسجد. طبعا لا تقولوا المكان فاضي، لا مش فاضي، لكن ما شاء الله من فتح وهبوا الناس ما شاء الله واشتروا كل اللي تشوفونه قدامكم. ما شاء الله انواع مختلفة وكلها انتاج محلي 100%، وهذا الشيء اللي احنا نفخر فيه دائما. رطب المحلي، سوق واقف، المهرجان، جميع الانواع، وهذا الشيء اللي احنا نفتخر فيه دائما. يوسف الخليفي، بصفتك مدير اداره الشؤون الزراعيه بوزاره البلديه، طبعا يا مرحبا وسهلا فيك. الله يسلمك. ليش اليوم هذا المهرجان؟ وش الهدف منه؟ وش اللي بيشوفه الاخ الكريم اللي بيزوركم؟ اول شيء ابو علي اشكرك على متابعتك لكل المنتجين الوطنيين. طبعا هذا المهرجان هي النسخه الثانيه من مهرجان الرطب. النسخه الاولى شهدت مشاركه 18 مزرعه. اليوم الحمد لله فضل الله سبحانه 57 مزرعه مشاركه معنا، والعدد ما زال قابل للزياده. اصحاب المزارع مستشعرين الروح الوطنيه، خلينا نقول، واهميه المنتج الوطني، واهميه خلينا نقول زياده الانتاج المحلي. الحمد لله رب العالمين، الاسعار جدا مناسبه، اطمن الجمهور، الكميات جدا مناسبه. اذا شفنا اقبال من الجماهير وشفنا الانتاج مستمر، راح نستمر اكثر من 10 ايام. طبعا هالمهرجان راح يكون 10 ايام مستمر من 4 ل 10 في سوق واقف. طبعا المشاركين كلهم اصحاب مزارع محليين، اي صاحب مزرعه يرغب في المشاركه او خلينا نقول للحين ما يبي يشارك، احنا مستعدين، فقط يتواصل معنا. احنا طبعا نشترط شرط للي بيشارك انه نفحص منتجاته بالتعاون مع وزاره الصحه للتاكد خلينا نقول من ما في متبقيات مبيدات، وهذه كلها يصب في مصلحه المستهلك. نفس اليوم الفحص يخلص باذن الله ممكن يشارك معنا العصر. ما زلنا مستمرين في جولتنا. السلام عليكم مدير. السلام عليكم. كيف حالك؟ زين. شنو في انواع عندك؟ في كنازي، ايوه، في سدر، ايوه، في كلاسة. كم الاسعار؟ هذا كم سعر هذا؟ هذه كنازي 15 ريال واحد كرتون. كرتون 15 ريال؟ ايوه 3 كيلو. 3 كيلو؟ ايوه. وهذا؟ هذه كلاسة. هذا هذه كنازي. على يعني كم هذا؟ هذه 1 كيلو 10 ريال. 1 كيلو 10 ريال؟ أيوة. والله سعر حلو. والله سعر حلو يا جماعة الخير. وهذا النوع؟ هذه سكر. سكر إيه؟ أيوة. على كم؟ 3 كيلو 25 ريال. 3 كيلو 25 ريال. ايوه. يعطيكم العافيه ان شاء الله، شكرا. ما شاء الله الكل موجود والكل يعرض، مزارع قطريه 100%، انتاج قطري، انتاج محلي، الباب ما زال مفتوح. وخلينا نشوف مع بعض الاسعار، خلينا نقراها مع بعض. هذه الاسعار شوفوها موجوده ومعتمده بشكل رسمي. اتوقع ان اسعار مناسبه جدا ومنافسه. كيف حالك طيب؟ شنو الانواع اللي عندك؟ الحمد لله، سكري وخلاصة وشيشة. أيوة. الأسعار كيف الأسعار؟ الأسعار نفس هذه الموجودة هناك، نشوف هذه مكتوبة؟ نفس الموجودة. أيوة نعم، نفس الموجودة. هذه معتمدة من وزارة البلدية طبعا. نعم، هاي إن شاء الله معتمدة منها إن شاء الله. والله يا جماعة الخير تلحقوا على الوقت وتعالوا، حياكم الله. شوفوا شلون خلص، شوفوا. بتجيب غيرهم ولا خلاص؟ بتجيب بعد ولا خلاص؟ لا خلاص، طال هلا بكرة باكر إن شاء الله. بكرة بتجيب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله الإقبال كبير. ودعم كبير ايضا من اخوان وزاره البلديه لاصحاب المشاريع، ففرصه نحن نستغل هذه الفرصه ونقوم بدعم منتجاتنا الوطنيه، ومن ضمنها طبعا الرطب، لان هذا فعلا وقته. يا مرحبا وسهلا في الجميع في السوق واقف. السلام عليكم. مزارع قطر وبكل فخر.
هذا حق البيع؟ كم هذا؟ 230. ها؟ 230. 230. شنو انواع هذا موجود؟ شنو؟ في كلاس برهشيشي. يلا من يبغي؟ على 230؟ 230. اخر؟ اخر هيك. ولا 180؟ اخر هيك هي. يعطيك العافية، شكرا. كيف لقيت الطعم؟ زي الفل، حلو كيف جدا. صحيح؟ اي نوع اخذت؟ هاخذ اخلاص واخذ ختيمة او اسمه ايه الاحمر. يعطيك العافية. الله يعافيك. انا زميلك في الجزيرة. حبيبي تشرف فيك. شلونك؟ شلون طيب؟ الله يسلمك بخير. لحمد. محلك وينه؟ هذا. هذا هو. نعم. 28. نزال. لا 27. نزال على سمسم. سمسم. نعم. شمال. شو الأنواع اللي عندك موجودة اليوم متوفرة؟ شيشي وخلاص. شيشي وخلاص. نعم. أكثر الإقبال على أي واحد فيهم؟ الأكثر. الأكثر على الشيشي بحكم إنه هذا. هذا هو. أي نعم. هذا. ليش الإقبال عليه أكثر؟ إنه حالي أكثر من. إيه. متميز أكثر من الأخلاق. كم سعره هذا؟ هذا سعره 21، 3 كيلو 21. 1 كيلو 8 ريال. يعني هذا 21 كبير؟ نعم. وهذا الصغير؟ وهذا صغير 8 ريال. وهذا؟ هذا 21، هذا 8 ريال، نفس السعر. إنتاج قطري 100%. إنتاج قطري 100%. وارد من مزارع قطر. يعطيك العافية. الله يحفظك، الله يسلمك. وين يا مدير؟ خلاص؟ وين خلاص؟ بكرة جيب؟ ممكن ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. يلا شكرا. اذكركم مره ثانيه بالاسعار، هذه الاسعار المعتمده. كيف حالك يا مدير؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شلون طيب؟ الحمد لله والله. شو الانواع الاكثر عليها اقبال من الشعب القطري؟ والله هو الشعب القطري صراحه بيحب اكثر شيء يحب الخلاص. الخلاص؟ لانه نوع جميل صراحه، التمر نوع جميل ورطب جميل يعني مقبول. مطلوبك طعمه. عطني السعر، كم السعر عندك؟ السعر الكرتونه فيها 3 كيلو تعمل 21 ريال. يعني احنا برضه عاملين برضه تخفيض للمواطن تبقى 20 ريال. الله يعطيك العافية. يعني هذا ايش؟ هذا اي نوع؟ هذا زغلول. زغلول كم سعره هذا؟ زغلول ده سعرها تعمل 20 ريال. هاي جميلة يعني ما شاء الله. يعطيك العافية حبيبي، شكرا. تغطية إعلامية مستمرة، الله يجزيهم خير الإخوان في قنوات البث التلفزيوني. يا أبو علي نورك حبيبي. لم تخلص. أنا لا كنت أدور موقف.
يدور باركن. باركن ولا موقف؟ لا باركن. اوكي. طبعا هذا موجود للتذوق، ممكن اللي حاب يتذوق بعض الانواع المميزه، كان ايضا الحضور والتذوق. انا انصحكم بالحضور صراحه اخواني واخواتي متابعيني الكرام، لان المكان اولا صراحه يستحق ان نزوره، يستحق ان ندعم المنتدى الوطني، وايضا احنا نشوف الرطب الزين، انواع الزين الموجوده، ونفتخر فيها من خلال دعمنا لكل منتجاتنا الوطنيه. طبعا تم افتتاح المهرجان اليوم بحضور سعادة وزير البلدية وأيضا بعض المدعوين من السفراء المعتمدين في الدولة، ومستمر لمدة 10 أيام مثل ما نشوف قدامنا، وهو المهرجان الرطب المحلي الثاني، واللي طبعا أنا أوجه لكم الدعوة للحضور ودعم منتجات المحلية، ونستغل الفرصة، أسعار جدا رائعة. ما أقول لكم لا، أنا شريت فعلا، والله شريت ما شاء الله كثير، وفعلا السعر جدا مناسب وفي خصومات بعد، حياكم الله. كل الشكر نوجهه طبعا للاخوان في وزارة البلدية على هذا المهرجان، وايضا الاخوان في ادارة سوق واقف لتوفير المكان المناسب والدعم المباشر غير مباشر لنجاح مثل هذه المهرجانات اللي احنا فعلا بحاجة لها. المكان مكيف كبير، خيمة ما شاء الله رائعة، اضاءة مناسبة، يعني اللي بيجي ان شاء الله ما راح يشيل هم نهائيا، لان بالفعل كل شيء متوفر. حياكم الله.